الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والامين المصطفى وعلى صحابته الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، الان نبتدئ كتاب المضاربه، كتاب القراط في من كتاب المهذب القراط. وعندنا مسائل. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يصح القراض الا على مال معلوم. هذا اصل اصيل، بينا ان المضاربه لا تصح في الجهالة، لأن الأصل أن الجهالة غرر، والغرر قد جاء النص بالنهي عنه. الغرر جاء النص بالنهي عنه، كما في صحيح مسلم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. فإن قارضه على دراهم جزاف لا يعلمان عدد هذه الدراهم ولا وزن هذه الدراهم لم تصح. طبعا لا يعلمان عدد الدراهم، لا يعلمان وزن الدراهم، إذن في جهالة، إذن مادة النزاع موجودة، إذن الغرر، ونهى النبي عن الغرر فالعقد يبطل. خالف في ذلك أبو حنيفة وقال يصح، فإن اتفق على قدر رأس المال وإلا كان القول قول العامل. وهذا خطأ بين من أبي حنيفة. وتعالى حنيفة هنا لتعلم هذه المسألة أنها من الأهمية بمكان صراحة، هو أن أبا حنيفة بينظر إلى أنه هنا مسألة الوصف لا تبطل العقد ويصحح بتصحيح الوصف. والصحيح هو المذهب، وأنه لا يصح العقد هنا لأنه غرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وإن قدم إليه 1000 دينار و100 درهم، أعطاه 1000 دينار، شوف العملة مختلفة أهو الآن، أعطاه 1000 دينار و100 درهم وقال قارضتك على احدهما، لم يصح القراض، لان ذلك يمنع صحه العقد فلم يصح، كما لو باع احد العبدين. هنا اعطاه 1000 درهم او 1000 دينار و100 درهم وقال قارضتك على احدهما، صارت جهاله، مع ان الاول معلوم والثاني معلوم، لكن ليست المعلوميه على العقد. يعقد يضارب بماذا؟ بهذا المال أم بهذا المال؟ قد يضارب 1000 فيقول له لا أردت أن أضاربك على 100، يضارب 100 يقول لا أردت أن أضاربك على 1000. إذا مادة النزاع موجودة ويلف، وهنا الغرر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر. وإن دفع إليه كيسين دفع عليه كيسين في كل واحد منهما 100 درهم وقال قارضتك على أحدهما وأودعتك الآخر، ففيهما وجهان، الأول يصح لأنهما متساويان، الثاني لا يصح، كما لا يصح مثل ذلك في البيع. والصحيح الراجح أنه يصح، وهذا يخالف 1000 درهم 1000 دينار و100 درهم، لأن الكيس الأول فيه 100 درهم، الكيس الثاني فيه 100 درهم، إذن التساوي منع الجهالة، التساوي منع احتمالية الجهالة. ونحن نقول عدم صحة العقد في إيش؟ في الجهالة، والجهالة منتفية بالمساواة، الجهالة منتفية بمساواة المالين والكيسين. وإن كان عنده له دراهم وديعة فقارضه عليها، عنده وديعة 1000 درهم أو 1000 دينار، كما لو دفع عليه مالا وقارضه عليه، صح ذلك، لأنها بمثابة القبض ومعلومية الوديعة تكفل للعقد الصحة، فيصح عقد المضاربة بذلك. وإن كان غصب منه دراهم وقارضه عليها ففيها وجهان، الأول يصح لأنه مقبوض من تحت يديه فصح كالوديعة، والثاني لا يصح لأن مال الغصب مضمون عليه ومال القراض أمانة عنده، وهما متنافيان. والمذهب على الأول أنه يصح. المشكلة في هذه المسألة، المشكلة في هذه المسألة هو أنه عندما غصب منه 1000 درهم أو 100 ألف درهم غصبها، ثم وافق على أن يضارب عليها، يضارب بها بال100 ألف، هل يعد هذا قبضا أم لا؟ هل هنا رد الغصب أم لا؟ هنا ينتفيان، لأن الأول مضمون والثاني أمانة،
فاختلف. لذلك قال العلماء، العلماء قالوا بأنه يصح العقد. لما؟ لأنه نزل منزلة الوديعة هنا، هو في يده، ويعتبر إقرار الغاصب وإقرار المغصوب منه في هذا الباب على أنه ينزل منزلة القبض. فالغاصب أقر بالمال وأراد رده، فقال اعمل به وديعة، كأنه وكله في ذلك، اعمل به مضاربة، فنزل منزلة الوديعة. والثاني لا، لأن في الغصب صارت اليد يد ضمان، أما في المضاربة فهي يد يد أمان، فاختلف. وهذا القول هو الأوجه، هذا القول هو الأوجه، لكن المعتمد في المذهب أنه يصح. فرع: ويجوز لولي الطفل والمجنون كالأب والجد والوصي والحاكم الأمين من قبله أن يقارض على مال الصغير. يصح أن يقارض، يعني يتاجر بمال الصغير مقارضة مضاربة لما ورد في السنن: ابتغوا في أموال اليتامى لا تأكلها الصدقة، يعني حتى لا تأكلها الصدقة. فابتغوا يعني اتجروا، اتجروا في أموال اليتامى حتى لا تأكلها الصدقة. نعم، ابتغوا في مال اليتامى واليتامى. ولأن عقد، وجاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه قارض على مال اليتيم، أنه قارض على مال اليتيم، ضارب عليه، وهذا في الموطأ. ولأن عقد القراض يطلب به نماء المال، والولي والوصي ينظر في الأحظ لمال اليتيم، وتركهم بدون مقارضة، بدون مضاربة، بدون متاجرة، الصدقة والزكاة واجبة، لأن هذه ليست من باب التكليف بل من باب الوضع. لما بلغ المال نصابا وحال عليه الحول القمري وجب إخراج الزكاة، فإن أبقى المال، بغير عمل وبغير نماء ووجبت فيه الزكاة أكلته الصدقة. وكما قلنا الوصي مطالب بالنظر إلى الأحظ في مال اليتيم، وكذا الولي، وكذا الأمين، الحاكم الأمين. لذلك الشرع كفل لهم الاتجار في مال اليتامى، كفل لهم الاتجار في مال اليتامى، لكن لها ضوابط وشروط ستأتي حتى لا يضيع المال. فهو هنا الآن مأمور شرعا بالحفاظ على هذا المال، فيتاجر فيما فيه الربح، يتاجر فيما فيه الرواج، وأيضا لا يبيع تقسيطا منجما. كل هذه أمور وجب أن يعمل بها. مسألة: ولا يصح القراض إلا بشرط أن يبين الربح، لأنه المقصود بالقراض، وطبعا هنا تبين الربح هنا أيضا إزالة الغرر، إزالة الجهالة، والجهالة تفسد العقد. هنا دعنا نعطي أساسا وأصلا في معاملة المضاربة، هو أن رأس المال الرجل يملك الربح. يعني الربحية كيف تقسم؟ تقسم بأن صاحب المال يستحق الربح بملك المال، لأن هذا الربح ما جاء إلا بالمال، فصاحب الربح يستحق الربح بملك المال، وصاحب المضاربة بالشرط، صاحب المضاربة بالشرط. ولا يصح القراض إلا بشرط أن يبين الربح، لأنه المقصود بالقراض. فإن قرضه على مال على أن يكون الربح بينهما نصفين صح ذلك، لأنه ظاهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منه، لهم الشطر وله الشطر. فإن قال قارضتك على أن يكون الربح بيننا، ما قال لي الشطر ولك الشطر، قال الربح بيننا، الربح بيننا. ففيه وجهان: الأول من أصحابنا من قال لا يصح، لأن ذلك مجهول، لأنه لا يعلم هل يكون الربح بينهما أسداسا أخماسا، بينهما على نصفين. فلما احتمل واعتراه الاحتمال غلفه الجهالة، لما اعترته الاحتمالات كان على الجهالة، والجهالة تفسد العقد، الجهالة تفسد العقد، لأن النبي نهى عن الغرر. الثاني قال أبو العباس يصح، ويكون الربح بينهما نصفين، وهو على الصحيح
لأن الإضافة التخطيط التسوية فهو كما لو قال هذه الدار لزيد وعم فيكون بينهما. الحق في هذا الباب إذا قال ضارب بمئة ألف لي والربح بيننا العرف حاكم، هذه المسألة العرف فيها حاكم، هذه المسألة العرف فيها حاكم، فإن كان العرف إذا قال له الربح بيننا والعرف يقتضي المساواة والتسوية يبقى إذن لا غرر هنا ويصح العقد ويكون الربح بينهما على النصفين. أما إذا كان العرف لا يقتضي بذلك وقال بيننا الاحتمالات تعتريها، بيننا أثلاثا، بيننا أسداسا، أخماسا، أنت لك فقط الخمس، فقط لك الربع، هذه مادة نزاعه الآن، مادة نزاع، فيعتريها الاحتمالات التي تؤدي إلى الجهالة التي تؤدي إلى فساد العقد. يبقى إذن العرف حاكم، إذن هذه المسألة العرف فيها حاكم، فإن كان العرف فيها حاكم يقتضي أن نقول فإن كان العرف إذا قال والربح بيننا أنها على النصفين صح العقد. وإن قال قارضتك على هذا المال على أن لي نصف الربح وسكت مال العامل، سكت عن مال العامل، قال أنا أضاربك على 100 ألف ولي النصف من الربح، فهل يصح العقد لأنه لم يقل ولك النصف؟ فيها وجهان، قال أبو العباس لا يصح لأن الربح كله لرب المال وإنما يملك العامل بالشرط ولم يحدث الشرط بينهما. والثاني من أصحابنا من قال يصح ويكون الربح بينهما نصفين لأن مقتضى القراض أن الربح لهما، فإذا شرط رب المال لنفسه نصف الربح كان الباقي للعامل. الحق أنهم يقولون المعتمد في المذهب أنه لا يصح، ولأن المزني نقل عن الشافعي في المساقاة إذا قال خذ هذا مساقاة على أن لي النصف لم يصح. هذه مسألة عجيبة، هو قال له نضاربك بالمئة ألف على أن ربح على أن الربح نصف الربح لي، ما الذي فيها؟ والنصف الثاني أين يذهب؟ فهنا هنا الحق، شوف هنا الحق أن العرف لو اقتضى أنه لو قال لي على أن النصف لي يبقى كل النصف الثاني العامل، العرف هنا يحكم ويصح العقد بذلك وتكون الجهالة لم تعتريه، لكن لو تركت هكذا على الإطلاق فإنه قد يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات. وما الاحتمالات؟ الاحتمالات، الاحتمال الأول يقول نعم أنا لي النصف وأنت لك الربع، والربع الآخر وقف على الفقراء، أو الربع الآخر وقف على طلبة العلم، الربع الآخر أتصدق به لمكان كذا، له أن يقول بذلك، له أن يقول بذلك. فإن اقتضى العرف كما قلنا على التنصيف صح ذلك، وإلا لو ترك على الإطلاق فلا يصح. لما؟ يعتريه ما يعتريه من الاحتمالات، وبهذا تكون مادة النزاع بينهما، وبهذا تكون الجهالة، وبهذا يفسد العقد. وإن قال رب المال قارضتك على أن لك نصف الربح، ففيه وجهان، من أصحابنا من قال لا يصح لأنه لم يبين ما لنفسه صراحة، هشوف عكس المسألة تصح، قال أبو العباس يصح ويكون الربح بينهما نصفين، وهو الصحيح، لأنه ما دام رب المال، ما دام العامل أخذ ماله بالشرط إذا لا نزاع، لا نزاع، لأنه معلوم أنه سيستحق المال بملك المال، فيكون النصف الكل لنصف الكل لصاحب المال. فإذا قال قارضتك على أن لك ثلث الربح ولي النصف وسكت عن السدس كان رب المال ثلث المال وللعامل الثلث الذي اشترطه له. وقال أبو العباس وأن دفع عليه ألفا وقال خذ هذا قراضا على النصف أو على الثلث أو على غير ذلك صح، وكان ذلك تقديرا للنصيب العامل، لأنك تأخذ الأصل الذي بيناه، الأصل في ذلك أن العامل يستحق الربح، يستحق من الربح القسط من الربح بالشرط، وأما رب المال فيستحقها بملك المال. ونقف عند هذا من أجل الصلاة لأنهم أقاموا الصلاة، وبعد الصلاة إن شاء الله نكمل الدروس. جزاكم الله كل خير. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.